رجعنا لكم مشاهدين من أخبار الطقس إلى أخبارنا الرياضية اللي وصلت فيها بطولة كأس العالم لكرة اليد محطتها الأخيرة أمس بمباراة النهائي بين قطر وفرنسا، في مباراة كانت قوية نجح فيها الفرنسيون في إضافة اللقب العالمي الخامس، بينما حققت قطر إنجاز عربي وآسيوي لا سابق له بالوصول إلى المحطة النهائية والحصول على المركز الثاني. وفي ختام مباراة النهائي يكون قد شهد هذا المونديال 88 مباراة على مدار 17 يوم، بدأت بمباراة البرازيل وقطر وانتهت بمباراة قطر وفرنسا. خلينا نشوف في هذه الدقائق ونتعرف على ملخص نتائج البطولة منذ دورها الأول. والحين مشاهدينا ناخذكم في جولتنا بين الملاحق الرياضية لصحفنا اليومية اللي تابعت مباراة قطر وفرنسا وهي آخر مباريات المونديال، وبنبدأ في جريدة الراية أو الملحق الرياضي لجريدة الراية.
في خبرها الأول، رعى حفل ختام بطولة العالم لكرة اليد، سمو الأمير يتوج المنتخب الفرنسي باللقب العالمي. هذه بالنسبة لجريدة الراية. عندنا أيضا جريدة أو الصفحة الثانية من جريدة الراية، كفيتوا ووفيتوا يا رجال العنابي، فرنسا خطفت الذهب، وقطر وصيف المونديال في إنجاز عالمي غير مسبوق. من أيضا العناوين المصاحبة اللطيفة، منتخبنا قدم مباراة قوية أمام فرنسا وشرف كرة اليد العربية بالفضية. في الخبر الثالث من عندنا جريدة الراية، ما حققه العنابي سيظل خالدا في الذاكرة، هذا ما ذكره سيد أحمد الشعبي، نبارك الإنجاز التاريخي لسمو الأمير والأمير الوالد. أيضا من العناوين المصاحبة، اليد الإلكترية كسرت حاجز الاحتكار الأوروبي وشكرا للجميع. وهنا ما يقوله أحد لاعبي منتخبنا لكرة اليد حمد مدادي، راضون عما قدمناه في البطولة، وأنا أتفق معاه، الرضا مهم جدا. عندنا أيضا في الحين جريدة الوطن، في الوطن الرياضي، من أخبار المونديال هذا الخبر، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اللجنة المنظمة لـ 2015 توج أصحاب المركزين الثاني والثالث. ختام الأمس كان مبهر لكأس العالم. هذه بالنسبة للخبر الأول. وعندنا أيضا الشيخ سعود بن عبد الرحمن أمين عام اللجنة الأولمبية، جاهزون لمونديال 2022. أيضا من العناوين المصاحبة، هنا نهنئ قيادتنا الرشيدة على الإنجاز والتنظيم العالمي. ويقول هنا، هذا يعني أيضا عنوان جدا جميل، مدرب فرنسا يقول حققنا فوزا صعبا، وهذه شهادة. عندنا أيضا محمد جابر أمين، سر الاتحاد مسيرة سيذكرها التاريخ، ولاعبونا أثبتوا أنهم رجال وقت الشدائد ونفخر بهم. وأيضا عندنا منتخبنا رفع الرأس، هذا ما تفضل فيه خليفة تيسير. وعبد الله عيسى يقول حققنا نجاحات كبيرة. إذن وبفوز المنتخب الفرنسي مشاهدينا ببطولة كأس العالم 2015، يكون الفرنسيون حققوا اللقب العالمي 5 مرات، يليهم رومانيا والسويد حققوا 4 مرات، ومنتخب ألمانيا حقق الفوز 3 مرات. وتستضيف فرنسا البطولة المقبلة عام 2017. وفي الدقائق التالية بنتعرف على تاريخ بطولة كأس العالم لكرة اليد في سطور. الآن مشاهدينا استكمل معاكم باقي أخبارنا وأخبار المونديال في جريدة العرب. هذا الخبر، رئيس الاتحاد الدولي لليد حرر شهادة نجاح الدوحة في تنظيم مونديال اليد قائلا قطر أبهرت العالم.
والخبر الثاني، جوعان بن جاسم المونديال أعلن جاهزية قطر لأي حدث رياضي. عندنا أيضا هذا الخبر من جريدة العرب، الجماهير القطرية تحتفي مع العنابي بالوصافة، حضرت بقوة في النهائي. أيضا من العناوين اللي جات جميلة، مساندة عربية كبيرة قوية ودعم معنوي حصل عليه لاعبو منتخبنا الوطني لكرة اليد خلال مباراته مع المنتخب الفرنسي في نهائي بطولة كاس بطولة العالم 24 لكرة اليد للرجال، واللي أقيمت أمس في صالة لوسيل، حيث رفعت الجماهير العربية من مصر وتونس والمغرب والجزائر والسودان المقيمة في قطر الأعلام القطرية وشجعوا فيها المنتخب الوطني، وهذا شيء يعني مش غريب عليهم. هذه بالنسبة لجريدة العرب. عندي جريدة الشرق اللي يعني بنودع فيها أخبار المونديال، وبنختم في هذا الخبر، قطر تعيد كتابة تاريخ كرة اليد العالمية، دوحة المجد عانقت صروح الإنجازات. عندنا أيضا المتطوعون هم الأبطال الحقيقيون، وصورة مشرفة لمجموعة أو لعدد من المتطوعين. عندي الخبر الأخير اللي أختم فيه أخبار المونديال اللي رافقتكم مشاهدينا طيلة 17 يوم، حامل اللقب يكتفي بالمركز الرابع، البرونزية بولندية. وبكذي سلسلة أخبارنا المونديالية انتهت، ولازلنا في عالم الرياضة طبعا معاكم، ولكن بنتحول إلى رياضة جديدة من الرياضات، وهي رياضة الكروس فيت يقدمونها شبابنا، خلنا نشوفها في هذا التقرير. في مبادرة لنشر ثقافة الرياضة وما تحمله من فائدة تعم جميع فئات المجتمع، بادرت مجموعة من الشباب القطري بالقيام بتمارين خاصة لرياضة الكروسفيت كفكرة تجعل كل من يرى ويسمع تفاصيلها يرغب بالانضمام لهذه المجموعة. الكروسفيت هي رياضة بدأت في أمريكا في كاليفورنيا، وانتشرت اللعبة هناك بشكل جيد. هي مفهوم جديد عن الرياضة، يدخل فيها رفع الأثقال، يدخل فيها الجمباز، اللياقة البدنية، الجري، وأمور كثيرة. الهدف منها أن تساعدك توصل جسمك لأفضل حالة من اللياقة والقوة والمرونة. الشخص لازم يكون عنده إرادة أنه يطور من حياته، وأنه يتبع نمط حياة صحي، فهاي تحتاج قرار واعي وتحتاج إرادة يعني. الحركات اللي موجودة في كروسفيت حركات هي عملية، مش حركات تقوية جزء معين من الجسم، فهذه تساعدك في حياتك اليومية. هي اللعبة مو بس بتطور لك قدراتك البدنية، لا، بتطور لك حتى قدراتك النفسية، يعني من خلال التحدي اليومي حق التمرين هذا. التمارين هذه تمارين حركية، التمرين انقسم إلى جزئين، الجزء الأول تقوية، والجزء الثاني كونديشننج اللي هي حق اللياقه البدنيه وتزيد دقات القلب، تساعدك في حياتك اليوميه بشكل عام. الرياضه شيء ضروري، لازم تكون جزء من حياه اي فرد، من اي فئه عمريه، من اي من كلا الجنسين. لازم الناس شوي تعطي أولوية حق الرياضة، لأن بالرياضة أنت حياتك كلها ممكن تتحسن، يعني أدائك في العمل يتحسن، صحتك النفسية تتحسن، يعني وهذا ينعكس طبعا على المجتمع ككل. فكرة قطرية أن من حيث ننشر اللعبة في مجتمعنا وندعم رياضة قطر 2030، لأن هذه الرياضة بتساهم كثير في بناء مجتمع صحي و رياضي. احنا بدينا هاللعبه في شهر 4 من العام الماضي، بدينا فيها وحبيناها، استمرينا فيها فتره، شفنا روحنا تتطور، وبعدين حبينا ان يعني يكون لنا مكاننا الخاص اللي نتمرن فيه على راحتنا، ونطور من نفسنا اكثر في اللعبه. اطلاق كلمه اراده على رياضه الكروسفيت جاءت تاكيدا لروح التنافس لدى هؤلاء الشباب القطريين الذين يحملون بداخلهم العزيمه والاصرار في هذه اللعبه،
والتي تتنوع تمارينها لتعم الفائدة على جميع أعضاء الجسم وتعكس الفائدة المرجوة من الجانب الصحي. إذن بالفعل مبادرة جدا جميلة و حماسية فيها من الإرادة والإصرار لأن تكون جزء من حياتك. إذن مشاهدينا بعد هذا الفقرة نطلع هذا الفاصل ومن بعده نعود لكم مجددا، انتظرونا.